هل أنت تصلي أم تقيم الصلاة؟ في فرق، في فرق، فرق بين من يصلي ومن يقيم الصلاة. الله تعالى في القرآن لا يقول يا أيها الذين آمنوا صلوا، لا لا ما في آية كذا، ولا يقول والذين يصلون ويؤتون الزكاة، ما في آية كذا، يقول يا أيها الذين آمنوا إيش؟ أقيموا الصلاة ويقيمون الصلاة وأقاموا الصلاة. إذا المسألة إقامة، ليست المسألة تقيمها كما تريد بل كما يريد الله. أنا أعطيكم مثالا، نفرض يا شباب أنه دخل علينا وقت الحج، وعندنا واحد وصل عمره إلى 50 سنة وعنده مال كثير وقوة في بدنه ولا حج. قلنا له يا فلان أنت لماذا لا تحج؟ قال يا أخي متى الحج؟ قلنا الحج في شهر ذي الحجة، إذا جاء ذو الحجة تذهب وتحج. قال يا أخي لكن ذو الحجة ما أدري لكن زحمة شوي. قلنا كيف يعني زحمة؟ قال يا أخي يأتيك ناس كذا كبار وناس صغار يتزاحم على الحجر ويطلع عرق. صراحة يعني ما أدري كيف يعني. قلنا كيف يعني ما بتحج؟ قال إلا بحج بحج. قلنا متى بتحج؟ قال خلني أراجع جدولي. وجيك يطلع الجدول يبدأ يقلب فيه شوي، جدول مرتب. قال أنا عندي إجازة في شهر رمضان الجاي أسبوع أبحج. يصير والله رمضان وحج ما شاء الله نور علينا. وصدق ولما جاء رمضان يروح فعلا يلبس الإحرام، يصل مكة ويقف بعرفة، يبيت مزدلفة، يرمي الجمرات، طوف طواف الوداع، يذبح الهدي، ولبيك اللهم لبيك ويرجع أنا حجيت. يقبل حج يا جماعة في رمضان ولا لا؟ أجيبه يقبل ولا لا؟ ما أسمع يقبل ولا لا؟ لأنه فعله في غير وقت الصح. قلنا أنت على كيفك تحج في رمضان؟ ما دام ما فعلت العبادة في وقتها لا تقبل منه. إذا اتفقنا الذي يفعل الحج في غير وقته لا يقبل منه. اتفقنا؟ قول اتفقنا. طيب ايش رأيكم في اللي يؤذن عليه الفجر الساعة 4 ولا يصلي إلا الساعة 7 بعد ما تطلع الشمس بساعة، تقبل صلاته ولا لا؟ ليش سكتوا؟ قبل قليل المسكين اللي حج في رمضان سويتوا عليه قضية لا يقبل حجه إنه ليس كويس. يوم جينا عند الصلاة تغيرت العلوم. تدرون يا جماعة إيش عقوبة الذي يتعمد إفراد الصلاة عن وقتها؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنه أتاني آتيان فابتعثاني فانطلقت معهما. قال فأتينا على رجل مضطجع. ما معنى مضطجع؟ يعني رجل واقع على الأرض. قال وإذا آخر قائم فوق رأسه بصخرة، واحد على الأرض واقع والثاني ماسك صخرة وقائم على ظهره، وإذا هو يثلغ رأسه بالصخرة فينثلق رأسه يعني فلقتين عذاب، ويتدحرج الحجر. يذهب هذا الطالب يأتي بالحجر فإذا عاد فإذا رأس المضروب عاد كما كان، يعطيه مرة ثانية بالصخرة ويتدحرج الحجر. يذهب يأتيه فإذا رأسه عاد كما كان التأم يعطيه مرة ثانية بالصخرة. النبي عليه الصلاة والسلام فزع، قال يا جبريل ما هذا؟ قال انطلق انطلق، خبرك بعدين يعني انطلق. ثم في آخر الحديث قال له جبريل وأما هذا الذي رأيته يثلغ رأسه بالصخرة فهو الذي كان يؤتى القرآن فيرفضه، يقول ما أبغى القرآن ما أريد أقرأ ما أريد أطبق ما فيه، وينام عن الصلاة المكتوبة، ينام عن الفجر حتى تطلع الشمس، ينام عن الظهر، ينام عن العصر حتى تغيب الشمس. هذا الذي ينام عن الصلاة المكتوبة، لاحظ ما كان هذا الذي يعق والديه، هذا الذي لا يصلي، هذا الذي يسرق، لا، هذا الذي ينام عن الصلاة المكتوبة. بعدين لاحظ لماذا الذي يضرب الرأس، لماذا لا تضرب القدمان أو البطن؟ لذة النوم في الرأس. تجد أنك إذا جئت توقظ الشاب أو الفتاة أو أي إنسان وهو نائم يقول يا أخي ما أقدر أصحى ما أستطيع أستيقظ. لماذا؟ يا أخي راسي ثقيل. الرأس الثقيل يعذب مثل هذا العذاب. لذلك هذا العذاب ليس عذابه في النار، هذا عذابه فترة البرزخ ما بين موته إلى قيام الساعة. قال الله ولعذاب الآخرة إيش؟ أشد وأبقى. عذاب الذي ينتظره في الآخرة أشد عليه قوة وأبقى عليه زمنا. قدمت لكم هذه المادة.
من فريق جوال الخير.